اهدى اهدى لا 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 شعري لا شعري لا اهدى اهدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر الكوني. داد فيديو ماشي يا مدوات سبق في الفيديو الرجوع عمر الشهر. ازيكم منصور ومعكم عمر الكوني. وفكرة الفيديو النهاردة ان عمري هيربطني في الكرسي وانا هربطه برضك في الكرسي، بس اللي هيفك نفسه في وقت اقل هو اللي هيكسب، وهتبقى الجايزة على 1000 جنيه. يلا بينا نخش على الفيديو ولكن بعد الانترو. يلا يا عم الحاج اتفضل اقعد. دلوقتي هنكتفه تكتيفه. اقعد يا غالي اقعد، تعالى كده. الله. على فكرة يا نصور، ده مش تحدي، ده مقلب، ولكن اضطريت اللي انا اقول كده قدام عمر علشان ما يشكش في المقلب ده. وعملت فكرة التحدي دي، ولكن دي كانت ستارة عشان اقدر اللي انا اربطه في الكرسي وما يقدرش يفك مني. ومبروك عليك يا عمر المقلب، تعيش وتاخد غيره. ودلوقتي اسيبكم تكملوا المقلب، مشاهدة ممتعة. يا جماعة رجعنا لكم بعد ما كتفنا عمر، بس للأسف ده ما طلعش تحدي. ده مقلب. ايه ده، ما تحاولش اللي انت تفك، ده مقلب يا غالي دلوقتي. مش هتعرف، مش هتعرف. ايه ده، ايه ده، ايه ده، بس ايه ده، ايه ده دلوقتي يا جماعة. احنا ايه ده بس كده، ايه ده وما تحاولش. احنا دلوقتي هنجيب لكم، او دلوقتي يا عمر احنا هنسألك شوية اسئلة، ماشي؟ جاوبت عليها صح هتعدي من التحدي ومش هنعملك حاجة. جاوبت غلط، تخيلوا بقى العقاب هيبقى ايه. عملنا دقيق في الوش، وعملنا مية، وعملنا خل، بس العقاب ده عقاب تقيل وتقيل قوي. تخيل كده معايا ايه هو العقاب يا عمر. ايه يعني؟ تخيل معايا كده ايه هو العقاب. ايه يعني؟ العقاب هو شعر. ايه؟ هنحرق شعر. لا مش بشر، زغمة كتير مش بشر برضه. بس بس متحركش، متحركش. ثانية واحدة هجيب لكم مكنة الحلاقة ونرجع. ودلوقتي احنا جبنا مكنة الحلاقة، لو جاوبت غلط هنزعلك. نطلع بقى الحاجة دي، مش محتاجين ولا محتاجين الحاجات دي. ليه كده يا عمرو؟ عمرو حبيبي ما تزعلنيش منك، انا لو فضلت انت قاعد بتعمل مقالب انا يوم ما هنزل لك بمقلب. ولا محتاجين كل يعني كل الحاجات دي؟ اهي انا مش محتاجين، احنا محتاجين المكنه. تمام قشطه. لا ما تبقاش اهبل بقى عشان ما تنصبش بجد. لا ماشي يا رجاله اهي. بص بقى اسمع، اهدى بس، اهدى بس، خليهم بس يسمعوا. بص الله على الصوت، الله اهدى اهدى اهدى. خلاص انت ما سالتش. طيب السؤال الاول اللي انا هساله لك، مين هو احسن لاعب من وجهه نظرك، كريستيانو رونالدو ولا ميسي؟ انت طول عمرك بتحب ميسي بقى. اول اجابه، اجابه خاطئه. ليه؟ اهدى يا عمري. بطل يا عم. اهدى اهدى. لا 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 شعري لا شعري لا. اهدى اهدى. بس 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 اهي بص اهو. اوعى بس كده. اول اجابه، اجابه خاطئه. اهدى اهدى وما تتحركش، وريهم كده شكلك. بصوا اهي، اول اجابه، اجابه خاطئه. بس كده اهدى اهدى. السؤال الثاني، لو خيروك تمام تشيل لقب اسم التوني من اسمك والا هيحلقوا لك شعرك كله قرع، هتعمل ايه؟ ولا ده ولا ده. انا قلت عايز اجابه ايه محدده. ها هتعمل ايه؟ ها هتعمل ايه من غير ما تتحرك كتير؟ هتعمل ايه؟ ها عشان ما ابتديش احلق خلاص. طب هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ انت هزرت كتير، انا لو اتعصبت تعال. هتعمل ايه؟ ما تقوليش انت عارف، انت ما تعرفش تعمل حاجه. هبفكر شكلك. طب هتفكر؟ هي وصلت لدماغك اللي انت تشيل لقب التوني؟ وصلت بس لدماغك؟ لا وصلت لدماغك؟ ازاي يعني توصل لدماغك؟ هات لي راسك دي كده بس. اثبت 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 اثبت. شعري شعري شعري. بصوا اهدى اهدى اهدى، ما تتحركش. بصوا اوعى اهدى. انا قلت
قلت اقعد اقعد. اهدى اهدى تمام اهدى اهدى. هتقول لهم ايه؟ لو خيروك هتقول ايه؟ طب ابعد. الاجابه تكون صريحه. الاجابه تكون صريحه. ها قول ابعد عشان ما ازعلكش. اللي يطلع مع عمرو التوني في مقالب يستحمل مقالبه. يلا قول. طب قول. طب ابعد. طب قول ابعد. طيب طب قول قول قول. اهدى 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 هزعلك. اهدى اهدى اهدى. انا عايز اسمع اجابه صريحه. هحلق هحلق تاني. هتبقى ايه؟ اثبت 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 اجابتك. هتبقى ايه؟ اثبت اجابتك. هتبقى ايه؟ اسمع اسمع الاجابه. شعري تاني. طب اسمع الاجابه. اسمع الاجابه. اسمع الاجابه. اثبت اثبت اثبت. نحلق اثبت. اهو اهو فك الشعر اهو. تمام يلا اجابتك تكون صريحه. ها ازاي تيجي على بالك اللي انت لو خيروك تقول لي هفكر اسمها لا على طول؟ عمري ما اشيله حتى لو هتشيلوا لي شعري قرعة. هو ده اللي انا كنت هقوله. هو ده اللي انت كنت هتقوله؟ لا مش هو ده. احنا عايزين ناخد من الجنب ده شويه. خلاص تعالى كده بالكرسي شويه. تعالى كده بالكرسي عشان هنيجي نحطه من الجنب ده شويه. هو ممكن اثبت اثبت. ما تهزرش يا عم معايا. اثبت. تحركش تحركش بس تحركش. اهو رجاله بصوا اهي اهو. اثبت اثبت. تحركش اثبت. مش عايز حركه. انا مش عايز حركه كتير. مش عايز مش عايز حركه كتير. هي دي مقلبي كده. احنا بوظنا لك شعرك. كده احنا بوظنا لك شعرك. وده كان المقلب بتاعنا النهارده. اتمنى يا رب ان المقلب يكون عجبكم. شكرا للمشاهده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.